طيب تسمحوا لي بس معايا كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى انا يعني طبعا ومدرب نادي الاهلي السابق وجوده معانا يهمنا في طبعا كابتن طارق مدرب الحراس في مقاولون العرب لكن يهمنا طبعا بعد تألق الشناوي والتواجد الجيد النهارده الحقيقه في التوقيت المناسب دايما في الكرات اللي كان بيتصدى ليها الشناوي يعني عمل نقطه تحول مهمه للنادي الاهلي اثناء اللقاء وسبب من اسباب طبعا الفوز النهارده. كابتن طارق تحياتي ليه. ازيك يا فاروق؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ كل سنه وانت طيب وتحياتي للكابتن رضا بقول لك سنه طيب وكابتن ابو الدهب. وانت طيب يا كابتن. طيب يا كابتن. اخذك يعني في رايك في الماتش بشكل عام يا كابتن وبعد كده رايك في الشناوي النهارده ويعني تالقه الحقيقه النهارده يعني ويمكن الماتش اللي فات كان في حاله طرد بالنسبه له لكن واضح ان هو عمليه التركيز عنده ركز في ماتش مهم زي ده وبالتالي نسي اللي حصل الفتره اللي فاتت يعني. والله يا كابتن فاروق بشكل عام يعني المباراه يعني كابتن رضا وكابتن ابو داب اكيد هيحلوها افضل مني بكتير. يعني الاهلي يعني هو خد الوعي من المباراه يعني صحيح. لو انت شفت الشوط الاول ما كانش يمكن كان مستحوذ الاهلي ولكن كان فيه فرصتين اعتقد يعني هم كان ممكن يبقوا هدفين للرجاء. الاهلي يمكن ما كانش له فرص الشوط الاول كتير كان في استحواذ اكثر من 60% بس ما كانش فيه خطوره يعني. لو طبعا الهدف اللي جه في اخر الشوط الاول ده يعني على النادي الاهلي وحتى لما نيجي الشوط الثاني الاهلي كان برضو افضل ماسك كوره ولكن بدون خطوره ما كانش في خطوره لحد ما جت فرصه حمدي فتحي وسجلها. فبشكل عام الاهلي خد اللي عايزه المباراه لان طبعا 2-0 انا شايفها نتيجه الى حد كبير نتيجه كويسه طبعا طبعا مفيش حاجه مضمونه في الكوره انما بشكل عام يعني الاهلي 2-0 الاهلي مش من السهل انه يعني الفرقه طبعا دي فرقه شايفها قلت كتير عن الاول يعني كانت فرقه كانت افضل من كده بكتير انما طبعا بشكل عام ما فيش حاجه مضمونه في الكوره صحيح. فالاهلي النهارده خد اللي عايزه المباراه مش عايز اقول الاهلي كان في افضل حالات لا الاهلي ما كانش في افضل حالاته النهارده انما زي ما قلت لك الفاروق اهم حاجه انه كسب يعني ده حقيقة. ده حقيقة. بيجي بعد النتيجه دايما يعني في والحقيقه يا كابتن انت برضه بتلعب فريق كبير يعني فريق طبعا الكره الافريقيه صعب صحيح صحيح ومفيش حاجه مضمونه في الكوره طبعا انما صح. برضه الهدف الثاني عزز برضه فرص الاهلي هناك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا كابتن. لو كنا طبعا زي ما انت قلت في البدايه كابتن فاروق بالنسبه للشناوي من اول مباراه ومركز من اول مباراه الفاول اللي طلعه طبعا هي مش صعبه قوي انما برضه تعامل معاها بشكل كويس قوي يعني طبعا اتحطت من فوق الحيطه وهو طلعها بشكل كويس بعديها على طول طبعا الفرصه المؤكده لو خدت بالك هتلاقي الراجل بعد ما لف وبيشوط لقى الشناوي فين في على طول في قلبه فعمل طبعا النجمه برجليه وجت في رجليه وطلعت كورنر فالفرصتين دول انا شايفهم غيروا مجرى المباراه وغيروا شيء المباراه كان ممكن النتيجه تبقى 1-0 للرجاء او كانت ممكن تبقى سواء بالكره اللي فاول او بالانفراد والانفراد كان اكثر كمان يعني الانفراد كان مسافه قريبه ولولا خروج الشناوي خد بالك الشناوي هو خارج الراجل ما شافوش هو بيلف بيحط الكره لقى الشناوي في قلبه فضيق المسافه قوي بينه وبين مهاجم الرجاء عشان كده المسافه ما بقت ضيقه فخلاص ما فيش فرصه ان الكره تبعد عن الشناوي على ما تيجي تبعد تكون خبطت في رجله زي ما خبطت كده حقيقي فتعامل معاه بشكل كويس قوي في اكتر من كره عرضيه مسكها وفي واحده برضه لعبها بوكس في الشوط الثاني فمجمل المباراه الشناوي رغم ان انت قلت انه فعلا كان عنده حاله طرد في المباراه اللي فاتت انما النهارده بيفصل تماما بين ادائه مع النادي الاهلي في الدوري وادائه في بطوله افريقيا زي ما قلنا ان يعني دخول النادي الاهلي بطوله افريقيا ثاني بعد ما كان يعني قاب قوسين او ادنى انه يخرج في طبعا في مباراه الهلال صن داونز صحيح طبعا بضربه جزاء اللي ضاعت فالاهلي بقى منافس قوي جدا جدا عن البطوله لو احنا بنتكلم على اربع خمس فرق بينافسوا على البطوله فالاهلي واحد منهم يعني صحيح. بل ممكن يبقى يعني طبعا عن فرق صن داونز كسب النهارده 4-1 شباب بروجداد فرقه جامده جدا انما الاهلي برضه هيبقى النادي الاهلي بتاريخه وبطولاته باسمه هو طبعا هيبقى منافس قوي جدا جدا للبطوله يعني صحيح. فبشكل عام الشناوي انا واحد بعتبره واحد النهارده من طب دور الشناوي كابتن كنجم من نجوم اللقاء النهارده في الماتش اللي جاي يعني كحارس مرمى وهو كابتن فريق يعني وبالتالي دوره في المباراه القادمه ولا هتكون الاصعب من مباراه اليوم؟ طبعا مفيش شك ان المباراه اللي جايه هتبقى هي الاصعب طبعا المباراه اللي جايه طبعا لازم يبقى هادي جدا جدا يعني لازم هدوءه ده طبعا بيوصل للعيبه وبيوصل للناس اللي قدامه بالذات سواء خط الظهر ونص الملعب هيبقى عليه ضغط اكتر من هنا هو الشناوي يعني الضغط ما كانش كتير انما كان مركز وكان تمركزاته كلها كويسه وكان خروجه في المرمى كان بشكل كويس فهناك بالعكس بقى هناك هيبقى فيه جمهور الجمهور ده هيبقى عامل ضغط كبير جدا على النادي الاهلي زي ما بنشوف كده شفنا السنه اللي فاتت الوداد مع النادي الاهلي في المغرب بنشوف الرجاء نفس الانعتاد نفس الجمهور ونفس الحماس بل جمهور الرجاء كمان كان شاذ شويه في الملعب فلازم الشناوي يبقى هادي جدا جدا ويتعامل مع المباراه يعني واحده واحده يعني هتلاقي المباراه ماشيه معاه بشكل كويس يعني دايما المباراه اللي بره دي
بتبقى العبء كبير جدا على خط الظهر وعلى حارس المرمى. حقيقي. فمن هنا طبعا بيجي دور الشناوي زي ما بتقول لك فاروق، ان دور الشناوي هناك مهم جدا جدا. يبقى هناك خد بالك ما جالهمش في مصر النهارده في المباراه كرات ثابته كتير. هم خطر جدا جدا في كرات الثابته اللي من الجنب او الكورنر. زي ما شفت كده بيطلع عدد كبير من وليهم واحده في الشوط الاول بعد الفاول اللي الشناوي طلعه كورنر كان خطر جدا. وفي واحده اتردت بالدماغ واتحطت طلعها النادي الاهلي. فهم خطر جدا في كرات الثابته دي، فلازم الاهلي يتمرن عليها كويس قوي. والشناوي يبقى له تعامل في كرات الثابته دي. صحيح. سواء بوكس او انه يمسك. لان هو هيبقى خطورتهم كلها هناك يا كابتن فاروق من الكرات الثابته سواء كورنر هم مميزين حقيقة كل الفرق المغربيه الحقيقه هناك. كل الفرق بالظبط كده. كل الفرق المغربيه بالظبط كده. وحتى التوانسه نفس الوضعيه دي. لو قلت لك تدي اتفضل يا كابتن اتفضل عايز تكمل كلامك عليه. سامعك اتفضل. لو قلت لك تدي تقييم للشناوي النهارده من 10 كابتن تدي له كام؟ بص الشناوي النهارده هو طبعا ما اتحطش في مواقف لعب كتير يا كابتن فاروق، انما كان في حاجات مؤثره جدا 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 في المباراه كانت ممكن تغير سير المباراه. زي ما قلت لحضرتك الفاول والانفراد اللي بعد الفاول على طول. ما عندوش اخطاء النهارده، ما اقدرش اقول ان الشناوي عنده اخطاء لان هو ما فيش تعامل كتير النهارده. انما كل الحالات اللي جات له سواء في كرة عرضية طلع مسكها او في شوط تاني لعب واحدة بوكس وفي واحدة في الاخر كانت الانفراد في الاخر بس طبعا حصلت اوف سايد. حصلت اوف سايد صحيح. بس هو طلع برضه بنفس الانفراد اللي كان في الشوط الاول. هي بالظبط يا كابتن فاروق برضه الراجل بيلف. لا ما هو ده التوقيت اللي بيخرج فيها، ده توقيت مهم جدا جدا جدا. انا ما استناش لما الكرة توصل للمهاجم وبعدين ابدا اخرج. هيبقى المسافة بينه وبين الكرة هتبقى واسعة. صحيح. فلما تتحط ممكن تعدي لو وقف في مكانه برضه هتتصعب عليه. يعني لو ما طبعا لو ما خرجش وكان خد القرار بتاع الانفراد ده ولو وقف في جونه كانت الكره هتبقى جون. هتبقى صعبه عليه جدا. ما هتبقى المسافه هتوسع يا كابتن رضا. احنا بنقول دايما ده احنا بنقول دايما يا كابتن رضا الجون بالنسبه لي عباره اما يبقى بالذات اللعيب جوه 18 بيعمل زي المثلث. المثلث بيقع في المثلث خط المرمى وبيطلع ضلع من القائم الايمن بيروح للكوره وضلع من القائم الاسفل بيروح على الكوره. فانت لما بتروح كل ما بتروح يا كابتن رضا ناحيه الكوره كل ما توصل لراس المثلث هديها الكوره. فالمسافه بتعمل ايه؟ المسافة بين الاضلاع بين الضلعين بتضيق جدا. فكل ما تبقى ورا زي ما كابتن رضا بيقول كده هتبقى صعبه قوي على الشناوي لان لما تحط هتبقى بعيد عن الشناوي. صحيح. وفي حته ثانيه بالنسبه للحارس الرجاء النهارده في الجون بتاع حمدي فتحي لو فاجئ اللي هو يعني الحارس لو فاجئ حمدي فتحي ما كانش يحطها كده لان هو واقف في جونه وهي الكوره بتروح وكل ما بتروح بتعلى بتصعب الكوره على حارس المرمى. خد بالك يا كابتن رضا هو عمل كام حاجه مش كويسه. هو اولا لو خدت بالك من لو شفتها تاني هتلاقي اول ما بيرستا وحطها خد اربع خمس خطوات لقدام وبعدين رجعهم تاني. لو خدت بالك دي اللي صعبت عليك الكوره. ده الفرق ما بينه وما بين بقى الشناوي كابتن في الخروج كده. هو لو يقفل الدنيا كلها انت عارف لو خرج زي الشناوي في الكوره بالظبط هتيجي في اي حته فيه هتيجي بس يبقى واقف ما ينزلش على الارض لان الكوره بتطب وعاليه. فلما هتطلع من رجل فتحي هتطلع عاليه مش هتطلع على الارض. فزي ما حضرتك بتقول كده يا كابتن رضا هو المفروض الثلاث اربع خطوات اللي خدهم ما كانش يرجعهم بقى كان كمل كان وصل كان قرب قوي من حمدي فتحي بس كان يعمل بلوك بقى يا كابتن رضا زي جوان الهاندبول. ايوه زي حراس مرمى الهاندبول ما ينزلش على الارض. أيوة. لان طالما الكوره بتطب يا كابتن رضا كده لما يجي حمدي فتحي يشوطها مش هتنزل على الارض تبقى صعبه قوي تيجي على نادر يعني بس 80% تيجي فوق زي ما جت كده. بالزبط. فكان يبقى اعمل زي الهاندبول بالظبط. صحيح. الحاجه الثانيه برضه يا كابتن رضا الجون الاولاني لو خدت بالك هتلاقي واقف على الخط ورجل الشمال جوه تحت رجل الشمال جوه الخط ورجل اليمين متقدمه جوه الخط وحتى ما خدش الخطوه عشان كده ما خدش الخطوه فالكره دخلت جوه دخلت ايده دخلت هو مش محتاج يا كابتن رضا ياخد الخطوه. اهم حاجه رجلي الاثنين يبقوا على خط واحد يبقى على خط مستقيم هتلاقي رجله اليمين متقدمه ورجل الشمال ورا عشان كده واقف بجنب عشان كده ايديه كانت لورا ولما جت ايده دخلت رجل الشمال ايديه الشمال داخله جوه المرمى وهو بيجيبها ايديه الشمال داخله جوه المرمى لان هو اصلا واقف يا كابتن رضا ايديه واقف خط كتفه الشمال موازي شويه لخط المرمى. طب ده حلو يا كابتن الكلام بتقوله ده اعتقد ان انت لو درست يعني حارس مرمى الرجاء انت تقدر تستغله كمان في الماتش اللي جاي لو ابتديت تدرسه بشكل صحيح وده بيبقى جزء من موجود في كره القدم انك بتشوف طبعا. الاخطاء اللي عند اللعيبه او حراسه المرمى وتبتدي تشتغل عليها يعني اعتقد ده جزء مهم لازم اللعيبه تشتغل عليها. هو النهارده يعني طبعا في اخطاء طبعا في خط الظهر انما تحت يعني انما هو طبعا ايه لو اتكلمنا على انا لذلك هو في يعني يسال عن الهدفين بنسبه عاليه يعني حمل يعني هو كان زي ما بقول لحضرتك كده هو ممكن يبقى انفراد انما انا لو اتصرفت صح في الانفراد زي ما الشناوي اتصرف صح كده هقلل
نسبه ان تيجي جون، يعني بدل ما تبقى مثلا 80% ممكن تبقى 40، ممكن تبقى 20. صحيح. ممكن تبقى 30، ممكن تبقى 50. انما رجوعي ثاني بالظهر كده فوسع المسافه بينه، وخد بالك عامل حاجه كمان يا كابتن رضا في الجون الثاني. وحمدي فتحي بشوطها هو لعب على التوقع وحمل بشكل كبير ده على رجليه الشمال. عشان كده قعد على الارض. لو خدت بالك هتلاقيه كان ساقط لتحت قوي، لانه حمل كل جسمه راح على رجليه الشمال، عارف ان حمدي فتحي هو بيشوطها بشماله كده هتلف تروح فين؟ تروح على شمال انس. انما مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. مبروك يا كابتن، مبروك. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي برضه. ما جاوبتنيش برضه يا كابتن، تدي له كام من 10 الشناوي؟ الشناوي طبعا انا بص يا كابتن، هو كل الحاجات اللي جت انا النهارده ادي الشناوي، ادي الشناوي 10 من 10. 10 من 10 بس كفايه كده يا كابتن، ما عندوش اخطاء. لان خلي بالك الكام كوره اللي جم واتصدوا كانوا ممكن يحولوا المباراه لمنطقه ثانيه خالص. انا بقول لك هو ما عندوش اخطاء خالص النهارده. تمام. بالعكس هو طلع كورتين النهارده جونين. تمام. فلما اجي اديله النهارده يعني اقلله درجه ليه؟ اقلله ليه؟ هو اصلا النهارده كل الحاجات اللي جت بتتعامل معاه شكل كويس قوي. صحيح. فاديله 10 من 10 النهارده. الشناوي اتفق مع كابتن. كل سنه وانت طيب يا كابتن، مبروك للنادي الاهلي. بتعيد هنا ولا بقى بره القاهره؟ وبعدين مستنيك يا كابتن فاروق. انا هنلعب النهارده مستنيك طايره بكره ان شاء الله حبيبي يا كابتن. كل سنه وانت طيب. مبروك للاهلي. طيب يا كابتن، يعني عشان كده دخلت كابتن ايه والله لا ده الاعداد والله حبيبي كابتن طارق شخصيه واحترمه. منور يا كابتن وكل سنه وانت طيب. ربنا يكرمك يا كابتن رضا، كل سنه وانت طيب يا كابتن. طيب.